صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أخطأ في استغفاره لأبيه، فكيف يجمع بين ذلك وبين القول بأن الأنبياء معصومين؟ معصومون من الإقرار على الخطأ، أما الخطأ قد يقع منهم لكنهم معصومون من أن يستمروا عليه، بل إن الله ينبههم ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.